بام، مساء الحلويات، مساء الهنا، السعادة والحب والتفاؤل والقوة، يا أحلى حاجة حصلت في الدنيا. يا أمي أنا بحبك جدا ودعواتك ليا دايما بتحرسني. يا أختي أنا بحبك وهفضل أحبك على طول إن شاء الله. يا بنتي أنا بخاف عليكي، بحبك وبخاف عليكي ومش عايزة حد يضحك عليكي. وحشتوني جدا من امبارح. في ايه يا جماعة؟ ما عنديش موبايلات هنا يا جماعة. كلهم داخلين يا كله عمال يجاوبلي. ايه يا جماعة؟ طب ما تتكلموا عادي. عادي. وحشتوني. اما ده هم متعودين علينا، دول اهلنا يا جماعة، مفيش موضوع ليا ازاز حلواني. وحشتوني جدا 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 من امبارح. اتفقنا في بداية هذا الموسم في اول حلقة انه ان شاء الله الموسم ده يكون موسم خدمي اكتر ما هو هيكون اي حاجة. خدمي يعني نساعدك ان انت تشتغلي، نساعدك ان انت تخسي، نساعدك ان انت تلاقي نفسك، نساعدك ان انت تحبي نفسك، تحبي الناس اللي حواليكي. المهم في الاول في الاخر انه هدف البرنامج اتعمل له اجزاء معينه، جزء اول كان ليه هدف، جزء تاني زي المسلسلات كده. وانا مش حرمكم الاكشن وما تهزروش، احنا في البرنامج ده ما عندناش غير اكشن بس، يعني بس فاضل لي شويه ونط من اي بتاع. طيب الموسم الاول كان ليه هدف، الموسم الثاني كان ليه هدف، الموسم الثالث كان ليه هدف. في هذا الموسم احنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نوجد فرص عمل، نساعد دورات تدريبية. كنا في الخياطة أو تعليم التفصيل، كان بعد شوية وقت صغير قوي من دلوقتي هتبصوا تلاقونا تفرعنا في حتة تانية. الحقيقة أنا مبسوطة بيكو جدا لأنه البرنامج ده بقى أصبح كأنه كوبري ما بينك وما بينك. إحنا بقى في ستات بتبعت تقول لنا أنا عندي شعر عايزة أتبرع بيه لأي مريضة من مرضى السرطان، حبايبي ربنا يشفيهم. عندي محل أو مكان في فرصة عمل واحدة. عندي مخزن فاضي لو حد بيعمل حاجة وعايز يجي يحط فيها حاجاته. عندي معرض، عندي مطعم لو الستات أو البنات اتعلموا تفصيل عندهم ملابس يجوا يعرضوا فيه. وهو ده اللي احنا وعدنا بيه حتى الستات اللي كانوا معانا، مش فاكرة في أي كورس بس كان كورس تفصيل، انه بعد ما هيخلصوا التعليم هناخد ان شاء الله بإذن واحد أحد المنتجات بتاعتهم ونبتدي نعرضها. فالحقيقة ان احنا قلنا في بداية الحلقة قبل ما نطلع النهاردة الحلقة مباشرة، احنا كنا وعدناكم بمكان خياطة. مكان خياطة الناس اللي حضرت الدورة التدريبية بتاعة تعليم الخياطة والتفصيل في جزء كبير منهم اخد مكان خياطة. وقلنا انه طيب لو انت ملكيش الحظ انه انت تخشي على الهوا يميها، التليفون ما لقطش، اسمك ما تشافش، انت اصلا متعلمة خياطة وما عندكيش وقت ان انت تسيبي ولادك وتروحي كل اسبوع تتعلمي الخياطة من اول وجديد، وعايزة مكان علشان خاطر تقدري تعولي بيها نفسك او تعولي بيها اسرتك او ايا كان الهدف، فاحنا قلنا النهاردة هنعمل ده في مقدمة الحلقة. عملنا بوست على صفحتنا هي وبس، ده التالت بوست لمكان الخياطة. مكان الخياطة ده مش هدية من برنامج هي وبس، كان هدية من أم عمر اللي رفضت تقول اسمها الحقيقي واكتفت برمز أم عمر، وجزاها الله ألف خير. دلوقتي أنا بكلمكم على شاشة، هو ده البوست اللي موجود حالا على الفيسبوك، مكنة خياطة هدية ليكي. أول تليفون معايا وأول قصة هي أقول ألو. ألو، مساء الخير يا أستاذة نفيسة. مساء النور، ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت يا حبيبتي؟ الله يسلمك، الحمد لله. قولي لي يا نفيسة، انت متعلمه الخياطه ولا مش متعلمه ولا ايه القصه؟ يعني ببدا حاجات بسيطه ونفسي افتح اعمل في بيتي المشروع ده عشان انا بعول اسره، يعني معايا ثلاث اولاد منهم اثنين في الجامعه.
ربنا يخليهم لك يا حبيبة قلبي ويقدرك. والدهم مش موجود؟ لا مش معايا. مش معاكي. ربنا يقويكي، ربنا يصبرك، واحنا بنهديكي دلوقتي مكنة خياطة على احدث طراز. المكنة دي هي اسمها مكنة المشاريع، اللي حضرتك ان شاء الله تبتدي تشتري القماش وتبتدي تستعمليها وتعملي احلى مشروع في الدنيا، وربنا يبارك لك يا حبيبتي ويقدرك على تربيتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رضوى، ربنا يسعدك. انا فرحانه جدا. مش انا بس سبب. خليكي معايا بقى نونو عشان ياخدوا بياناتك في الكنترول. حاضر، هاخد التليفون التاني. بس قبل ما اخد التليفون التاني، حاجه مهمه جدا عايزه اقولها، ملناش فضل ولا هيبقى لينا فضل ولا كلنا عمرنا لينا فضل، هو فضل ربنا سبحانه وتعالى، واحنا مجرد سبب فقط لا غير. معايا ماجده. السلام عليكم. عليكم السلام يا ماجي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك انت يا روحي، عامله ايه؟ منوره والله، كل يوم بشوفك منوره الدنيا كلها. ربنا يسعدك قلبك يا ماجده. قولي. انا اول مره اتكلم في التلفزيون في حياتي يعني. يا حبيبتي انت نورتي الدنيا كلها، نورتي الدنيا. ماجده احنا بنعرف نفصل ولا ما بنعرفش نفصل؟ لا انتوا عسل والله. انا بعرف على قد الحال كده، بعرف يعني. يا حبيبه قلبي. يعني مش فاكره قوي بس بعرف اعمل عيالي يعني وكده. طب قولي لي، احنا عايزين المكنه علشان نعمل بيها مشروع ولا عشان نعمل بيها ايه؟ عشان اعمل مشروع كده يعني، حتى اخيط، حتى للجيران، حتى على قد الحال، لان جوزي معاش بسيط جدا، 50 جنيه. كم؟ اخيط للجيران حتى على قد الحال كده يعني، اخيط للجيران يعني. انت غنيه باخلاقك وطيبتك وربنا يسعد لك قلبك ومبروك عليكي. مكنه بيسموها كده الطراز الحديث، يعني حديثه كده يا ماجده، حديثه، مكنه حديثه تعرفي تعملي بيها مشروع اللي انت عايزاه. اتفقنا؟ خط قطع. مبروك عليكي يا ماجده، انت معاكوا نمرتها. حلو قوي. سجلوا البيانات عشان نبعت لها المكنه. للاسف الشديد احنا حتى مقدمه النهارده الوقت فيها صغير جدا، فسلمى دلوقتي بتقولي خلينا نحول بقيه المكن على صفحتنا هي وبس على الفيسبوك. معانا، طيب هناخد حنان. حاضر حنان. حبيبتي يا رضوى. ازيك يا حنونه؟ حبيبتي انت اللي حبيبتي يا حنونه بقى. انا بحبك والله جدا. وانا بموت فيك، وربنا يسعد لك قلبك ويسعد لك حالك. اول ما قالوا في مكنه قلت انا هفضل معاكوا لغايه اول ما تقولوا هوا، هبقى معاكوا على التليفون، وعملت كده فعلا. يا حبيبه قلبي الف مبروك عليكي المكنه من غير اي حاجه. ويا حنونه انا بموت فيكي ونفسي اشوفك جدا بجد. ربنا يسعدك. لما تيجي تستلميها او يوم ما هتستلميها ممكن نتقابل، ايه رايك؟ ويا حنونه احنا هنعمل ايه بالمكنه؟ بنتي امبارح كانت بتتخانق مع اختي عشان تقول لها طنط ضدوة. لا انا مش عايزاكم تتخانقوا بسببي ده، احنا داخلين البيوت. أيوة، علشان نعمل انا عايز اشوف رضوى وفرح بتحب تشوفك. بصي هالي والنبي قولي لي يا حنونه احنا هنعمل ايه بالمكنه؟ ايه هعمل مشروع عشان انا سايبه باباهم، ومش هو مش بيصرف خالص. العادي رجل العادي. انا ماليش دعوه حنونه، هي اللي قالت اهوت، انا ماليش دعوه. ربنا يعينك ويقدرك. بقول لك ايه؟ اتفضلي. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ربنا هيرزقك رزق واسع بشكل. انت عندك بنوته ولا ولد؟ ولا بنت وولد. ربنا يرزقك برزقهم، انت مش متخيله، انت هتبقي شايله الهم. وبعدين فجاه ربك سبحانه وتعالى هتبصي تلاقي الفرج والرزق من كل حته. هتلاقي حاجه غريبه جدا، لانه كرم ربنا ده لا يوصف، مفيش كلمه اصلا توصفه. مبروك عليكي يا حنونه المكنه. وانا عايزه اطلب منك طلب، ممكن يا جماعه حنان لو سمحتوا تاني. حنونه الو معاكي. ممكن اكون انا اول حد اشتري من انتاجك؟ طب يا نهار ابيض يا رضا، تشتري ده الحاجه تجيلك انت؟ لا مش هتجيلك من غير اي حاجه اصلا. ماليش دعوه، انا عايزه اشتري. اتفقنا؟ اتفقنا طبعا. ربنا يسعد لك قلبك ويسعد لك حالك. خليكي معايا عشان ياخدوا بقيتك في الكنترول. معلش احنا مضطرين هنرجع تاني صفحتنا يوم بس اللي على الفيسبوك نكمل بقيه المكن. ده مش هيكون الاول باذن واحد احد، باذن واحد احد، باذن واحد احد، ولا هيكون الاخير. مشاريع جايه كتير، فرص العمل جايه كتير باذن الله، باذن الله، باذن الله. مفاجآت كتيره جدا جايه في الطريق، مش هينفع ان احنا نحرقها، لانه كان الاتفاق انه احنا يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بندي الجرعه جزء 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 جزء، عشان زي ما بيقولوا بونبونيه الموسم الرابع
ما تبقاش مره واحده وخلاص. نرجع لابتسامة الحلوة ونرجع للحلقه الجديده. اعتقد دي من اكتر الحلقات اللي هيكون فيها ضيوف كتير جدا. انا مضطره كمان اخد التليفون ده معايا. مي مي معانا. مي مي ازيك يا مي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ زي القمر النهارده. ربنا يسعد لك قلبك. ده انتوا اللي زي القمر يا روح قلبي. انا ربنا يبارك لك والله على كل اللي انت بتعمليه مع الناس. ربنا يبارك لكم انتوا ويرزقكم ويسعدكم ويراضيكم يا رب. قولي لي يسعد ايامك يا حبيبتي. ربنا يخليكي. قولي يا مايوش هنعمل ايه بالمكنه؟ عايزه تعملي مشروع ولا؟ لا لا. مي راحت فين؟ احنا معانا نمرة مي. مي والدها متوفي، هي لسه داخله الهوا حالا. مي والدها متوفي وكانت عايزه المكنه عشان تعمل مشروع تقدر تعيش بيه. انت معاكم رقمها يا شباب؟ اه معانا رقمها. مبروك عليك يا مي. كده اربعه من المكن الموجود معانا. قبل ما هطلع الفاصل، الستات اللي ما كسبتش وكانت عايزه تكسب، صدقوني باذن الله باذن الله اللي جاي احلى من اللي فات باذن الله. نرجع لابتسامة حلوة حلقة جديدة تاني. حلقة النهاردة هتكون من اكتر حلقات عبر كل المواسم اللي فيها ضيوف كتار جدا. يا رب يقدرنا ونقدر نستضيفهم كلهم ونقدر نطلع بحلقتنا. خليكم معانا مشاهداتي اعزائي، وتابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس.